زين، ننتقل للمحاضرة الثانية ولا تبغون مثلا 5 دقائق أو؟ قاعد تفضلي دكتورة. طيب، بالنسبة لأهمية إجراء البحوث، طبعا ما يخفى عليكم وأنا متأكدة أن الكل عارف أهمية البحوث العلمية طبعا، ومحاضرة تخص البحوث العلمية يمكن فيها 9 خطوات البحوث العلمية، كل خطوة يمكن تحتاج محاضرة منفصلة. فأنا بسأل الآن، بشوف خبرتكم في الموضوع، هل في أحد عنده بحث علمي؟ هل هذه معناها أنه ما سبق أن أحد عمل بحث علمي؟ طيب، طبعاً راح نتكلم اليوم عن مفهوم البحث العلمي، أهمية وتأثير الأبحاث العلمية، استخدام نتائج برامج مكافحة العدوى في عمل الدراسات، طرق جمع البيانات، اختيار موضوع البحث من ناحية المعايير والعوامل والمواصفات، خطوات القيام بالبحث العلمي، واللجان الأخلاقية والأولويات البحثية، وأدوات المساعدة عند قيام بالبحث العلمي. طبعا البحث العلمي يمكن معروف تعريفه، هو نشاط إنساني يتسم باتباع قواعد واضحة ومنظمة، يهدف إلى حل مشكلة أو استقصاء عن موضوع معين أو تصحيح فرضية أو التحقق من صحة نتائج توصلت إليها دراسات سابقة. أهمية وتأثير الأبحاث العلمية، طبعا الأبحاث العلمية هي تقدم للإنسان الإنسانية شيء جديد، يساهم في تطوير المجتمعات، نشر الثقافة والوعي والأخلاق القويمة في المجتمعات العلمية، تزداد قيمة البحث كلما ارتبط بالواقع أكثر، يدعم أصحاب القرار ونمو المعرفة الحالية والتحقق منها. بالنسبة لاستخدام نتائج برامج مكافحة العدوى في عمل الدراسات، طبعا ما يخفى عليكم طرق جمع البيانات من أصعب أو من أهم في المنهجية، في منهجية البحث لازم يكون طرق جمع البيانات طرق علمية، وتستخدم التولز المعتمدة وحتى العينة الصحيحة على أساس تقدر تبني البحث العلمي. بالنسبة لنا إحنا في برامج مكافحة العدوى، البيانات متوفرة وقابلة للاستخدام، فحقيقة إحنا بمكافحة العدوى إحنا عندنا كنز ما استغلنا. البيانات مجموعة بطريقة علمية، وهي تمثل البلد كامل وتمثل المنطقة. في حال إنه منطقة حابة تعمل بحث علمي، الداتا الموجودة والبيانات هي تمثل منطقتها بالكامل. أنا بعمل بحث علمي، أول خطوة راح أحدد العينة وأحسب العينة، طريقة اختيار العينة، بعدها أجمع البيانات. إحنا بالنسبة لنا هنا كل ما عندنا عينة، كل المستشفيات مشاركة معنا، فالبيانات هي صحيحة أولا، ثانيا بيانات تمثل المنطقة وتمثل المملكة في حال استخدمناها في بحث علمي. يعني الطريق لمكافحة للناس الشغالين في مكافحة العدوى، الطريق حقيقة ممهد لاستخدام الداتا. فأنا أبغى أسمع منكم، ضروري يا جماعة أسمع منكم، يعني بالنسبة للداتا الموجودة أنا أبغى تشرحوا لي وضع الداتا، وهل ممكن نستخدمها فعلا في بحث علمي أو لا. فما أدري إذا في أحد عنده أي تعليق. عندنا برامج الهاند هيجين، عندنا برامج الآيكا، عندنا السيربيلانس. طبعا بس ما فهمت الصراحة السؤال، وش المقصد ب السؤال يا طويل العمر، هل ترون أن الداتا الموجودة عندنا، أن إحنا الآن نقول أنه من أهم مميزات مكافحة العدوى وفرة الداتا، وأنها تمثل المملكة أو تمثل المنطقة، لو في منطقة معينة راح تعمل بحث هي عندها الداتا تمثل المنطقة كاملة، ما هي عينة، لا هي يقدر يستفيد من الداتا ويعمل بحث تمثل المنطقة كامل. فإحنا نبغى نسمع تعليقاتكم في هذا الموضوع،
هل فعلا انتم ترون ان هذه الداتا ممكن نستخدمها في بحوث علميه ونبني عليها؟ وانا طبعا بالداتا اللي هي الداتا الخاصه بالهاند هيجين الايكا. تفضل. طيب انا عندي مشكله فيها اللي هو اللي النتائج. الصراحه في بعض النتائج انا لا اقبلها بحكم اني انا مشرف على برنامج الهاند هيجين. فانا وش معلش هو ك متضمن سؤال، انا وش اسوي بهذه النتائج؟ هل انا احذفها او هل اقبلها وابدا ادرس الموضوع في ومع وجود هذه النتائج؟ طيب سالم، انت كم بالمئة تقبل هذه النتائج؟ انا الصراحه اي شيء فوق 80 انا ما راح اقبله، لكن في عند طلب هذا الموضوع انا اطيح في مشكله اخرى. هنا انا يعني عندي هنا مشكله في عمق هذه الداتا. ف شلون اتكلم عنها؟ انا اقصد ان انا ما ابغى اي مستشفى يجيب 80، لكن في مستشفيات تتوقع انها ممتازه علميا يعني بناء على المملكه او بناء على العالم. ما في مستشفى يجيب 80، هذا افضل المستشفيات. هل انا الغيها كلها؟ تمثل تقريبا 10% من المستشفيات. طيب ممتاز، معناها سالم انت التحدي بالنسبه لك انك ما تعمل بحث علمي هي ان عدم ثقتك بالداتا الموجوده. صحيح. طيب ممتاز ممتاز. طيب تفضل. الباقي مع وفرة الداتا، وش العائق من عمل بحوث علمية؟ يا جماعة والله حابين نسمع منكم. ممكن أشارك يا دكتورة غادة؟ تفضل. يزيد فضلك. أنا أتوقع أن وفرة البيانات والمعلومات اللي موجودة وخصوصاً السنتين الأخيرة يمكن والثلاث سنوات الأخيرة مع الجائحة صدقاً أنها مشجع لعمل عدد من البحوث والدراسات. يمكن اللي صاير في الكلابسي أكبر دليل أنه فعلاً نستفيد من هذه البيانات والمعلومات، وبدأوا يفكرون الإدارة العامة في 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 يعني في مشروع تحسين قوي جداً على مستوى المملكة. يمكن أهم سبب أنا في وجهة نظري عدم وجود وحدات بحث خاصة في المديريات الشؤون الصحية. يمكن إدارات الجودة وبعض الإدارات في الصحة العامة كانت يعني داعمة في فترات سابقة، بس وكأن في زي الجاب ولا في زي عدم التواصل الكافي بين إدارة البحوث، ما هي مفعلة بشكل كبير جدا. أنا يعني من خلال الدراسة أعرف إنه أي بحث مفروض إنه يكون في systematic approach ويكون في طريقة جمع بيانات موحدة ويكون في دراسة وdata analysis ويكون في أهداف لأي بحث. فممكن مع ضغط العمل اللي صاير في إدارات الشؤون الصحية وعدم تفرغ مثلا الزملاء ونقص الكوادر اللي موجودة، عدم وجود وحدات بحوث خاصة في المديريات، ممكن يكون هذا أهم الأسباب اللي موجودة عندنا. ممتاز، أنا أتفق معك، وهذه مشكلة إحنا حقيقة نواجهها. مع وفرة الداتا يظل البحوث اللي تصدر كل سنة هي أقل من الداتا الموجودة، وفعلا هي طبعا إحنا بالنسبة لنا ما هي نقص الإكسبرت موجودين، لكن هي زي ما قلت أنت قلة الوقت أنك أنت تعمل على بحث علمي وتترك عملك الحقيقي، هذه فيها فعلا تحدي. لكن في إحنا وجدنا حلول. يعني أنت الآن الداتا موجودة والتحليل موجود، يعني أنت الآن لو دخلت الباور بي آي حتى التحليل موجود. أنا الآن بعرض لكم حقيقة من التسع خطوات يمكن ما نحتاج إلا ثلاث خطوات إحنا في بحكم وفرة الداتا ومصداقيتها. طبعا ما أقصد مصداقيتها الفاليديتي تحتاج يعني، لكن أنا أقصد أنها يعني هي نقدر نعممها تعميمها وعدم وجود عينة. العينة هي كامل المستشفيات، وهذه يعتبر قوة حقيقية للداتا، قوة للبحث المقدم. لكن مثل ما قلت في حل ثاني. يعني مثلا احنا استعنا بالباحثين، تجينا طلبات كثيرة من طلاب دكتوراه ماجستير وعملنا اتفاقيات معاهم، وفعلا استفادوا من الداتا، افادونا واستفادوا منها وفعلا توصلوا النتائج. احنا فادتنا كثير بالإدارة. لا فعلا شكرا لك، فعلا انا اتفق معك.
طيب في احد عنده برضو يبغى يضيف شيء في هذا الموضوع؟ الله يشلعك. طيب انا عندي اضافه. طبعا بالنسبه لنا احنا الداتا متوفره صحيح زي ما قلتي دكتوره، بس احنا في المديريات يمكن ما عندنا لا روح يعني الفريق اللي يسوي الريسيرش او الابحاث هذه الدراسات. نفس الشيء يعني لو يكون من الوزاره تكون في مثلا تحفيز المديريات انه مثلا كل سنه تقدم بحث عشان تخلق روح التنافس في المديريات، انه يعني يكون ما يكون شغلنا بس روتيني شغل الاعتياد، يكون في يعني من زمان احنا نتمنى نسوي ابحاث نسوي دراسات على خاصه الداتا اللي هي موجوده الان، والامور زي ما قلت دكتورة تسهلت، بس نحتاج انه يعني تحفيز من نفس الوزاره من الاداره العامه الله يعطيهم العافيه يحفزوا المديريات انهم يفعلوا هذا الجانب في المديريات. والله احنا ويلينج ان نشارك في هذه الدراسات. شكرا دكتوره. ممتاز فعلا فعلا يمكن فعلا احنا نحتاج ان نعمل تحفيز للمديريات باستخدام الداتا، او اننا نتفق على بحث نرى انه مهم وذا قيمه عاليه ونتفق ان كلنا نبدا فيه. طيب دكتورة انا عندي مداخله، هل اقدر مثلا استفيد من الداتا اللي هي ام دي ار او في خلال مثلا 3 سنوات او 4 سنوات كذا؟ من اهم الداتا، الداتا اللي تخص الاوت بريك هي من اهم الداتا، وسهوله الوصول للانترفينشن اللي ينعمل داخل المنشآت الصحيه انتم اقرب الناس تقدرون توصلوا لها. تمام أكيد. شكرا اكيد من... طيب ممكن ايضا الكونتنت والإثيكال ابروفال. طيب هذه الان راح نعرفها، هذه الان راح نتكلم عنها. ممكن ايضا دكتوره، ممكن ايضا دكتوره مع توفر الداتا لكن الاغلب يفتقد مهاره اعداد البحث العلمي الصحيح، يعني ما عندنا مثلا اكسبيرينس كيف نبدا في اعداد البحث العلمي. هل تنصب بالاكسبيرينس اللي هي الكتابه ولا خطوات البحث العلمي؟ لان اذا هي الثنتين الكتابه والخطوات. طيب بالنسبه للخطوات اداره هنا ممكن تفيدك كثير وتجاوب على كل أسئلتك فيما يخص الخطوات. فيما يخص الكتابة إحنا إذا ما لقينا وقت كافي نكتب والموضوع أولوية ومهم نتعاون مع طلاب ويكون في agreement في الأسماء من ناحية الأسماء ومن ناحية الـ حتى الريزلت الراجعها. فهذه ممكن الآن تبدون فيها إنه أجريمنت مع الطلاب، طلاب دكتوراه ماجستير أو حتى مع جامعات، ويتم فيها مناقشة الأولويات البحثية داخل الإدارة ويكون فيها اتفاقية مع طلاب. لابد يكون في إذن يعني لاستخدام الداتا صحيح ولا؟ الإذن يا طويل العمر اللي هي الإثيكال أبروفل، إنك تقدم على أخلاقيات ال إيه. هذه زي ما قلت لك الإدارة هنا ممكن تفيدك. وهنا أنا في البرزنتيشن أنا حطيت كل اللجان البحثية اللي موجودة في الوزارة أو في المملكة موجودة، وهذه ممكن شارككم فيها. تمام يعطيك العافية. يعافيك. طيب زي ما ذكرنا سابقا طبعا استخدام البيانات الموجودة هي أفضل استراتيجية، يعني إحنا في البرايورتي حقتنا إذا الداتا موجودة والبحث يخدم رسالة والهدف الاستراتيجي الخاص بالإدارة يعتبر البحث هذا أولوية. طبعا تحديد موضوع البحث ما أرى فيه أي مشكلة، إحنا كمكافحة عدوى ما أرى أي فيه مشكلة في تحديد الفكرة البحثية. أولا نقص الأبحاث العلمية اللي تمثل المملكة أو تمثل المنطقة، في الغالب لما تبحث تلاقي تمثل منشأة صحية، الهاند هيجين في منشأة صحية. الـ بالنسبة للآيكا والاستفادة من البيانات الموجودة هي غير موجودة، هي حقيقة ما في بحث علمي يتكلم عن الانفكشن كنترول براكتس داخل المنشآت الصحية. فما أرى في مكافحة العدوى مشكلة في تحديد الفكرة البحثية. طبعا معايير اختيار الموضوع
الميل والاهتمام الشخصي، الابتكار، الدقة والوضوح، الخبرة السابقة، توفر المصادر والمراجع، الاتجاهات الحديثة، رؤية وتوجه مكان العمل. وهذه كلها موجودة إحنا عندنا في مكافحة العدوى. هي أنت لو نشرتها هي فعلاً بحث راح يكون جديد ومبتكر، راح يخدم الإدارة ويخدم الآخرين. ما في العوامل اللي تساعد على اختيار الموضوع 100% هي القراءة المستمرة، إن الواحد يكون updated في مجال عمله. هذه هي القوة اللي تدعم الواحد في اختيار موضوع البحث. مواصفات موضوع البحث، طبعا أكيد إنه توفر المصادر والنقاب للبحث، وإنه يكون واقعي، وإنه تكون فكرة جديدة، إنه يكون ذات قيمة علمية. وهذه كلها في برامج مكافحة تنطبق عليها، كلها في برامج مكافحة العدوى الموجودة والذات الموجودة عندنا. يمكن هذه أهم سلايد بالنسبة للخطوات في القيام بالبحث العلمي. هي عبارة عن 9 خطوات، إذا استخدم الواحد الداتا الموجودة عنده راح يختصرها فقط ب3 خطوات، اللي هي الخطوة رقم 4 موافقة لجنة أخلاقيات البحوث، كتابة البحث ونشرها. القراءة الاستطلاعية، أنا متأكدة أن الغالب إحنا كمجال عملنا في مكافحة العدوى إحنا مطلعين وقارئين باستمرار. اختيار الفكرة البحثية بمجرد وجودك في مكافحة العدوى، وجود البرامج الداعمة والبيانات الكثيرة، أنا ما أتوقع أن اختيار الفكرة ممكن يكون في أولويات. أنا أكيد في أولويات بحثية، زي ما قالت الأخت الام دي روز، هو فعلا أولوية بحثية. إعداد المقترح البحثي واللي يتضمن صفحة واحدة proposal، الهدف العام، الأهداف، الميثودولوجي، كيف راح تعمل البحث، وهي already موجودة عندك الخطوات كلها. موافقة لجنة أخلاقيات البحوث، بعد شوي راح نعطيكم الإيميلات الخاصة بهذه اللجان، وهذه ممكن ترسل لهم خلال يومين بحكم خبرتنا إحنا، خلال يومين إلى 3 أيام تجيك الموافقة. جمع البيانات، تحليل البيانات واستخلاص النتائج، هذه بالسيستم الموجود الآن، لا في بور باي ولا عن طريق حصن، هي موجودة وتقدر تستفيد منها. كتابة البحث، زي ما قالوا كثير في تحديات كتابة البحث، وأنا معكم في تحديات كبيرة. الميثودولوجي لكتابة بحث علمي يحتاج فعلا يكون ناس مختصين، وهذه ممكن واحد يستفيد من 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 الطلاب زي ما قلنا أو الجامعات، ويتبقى لنا النشر. هذه اللجان الخاصة بأخلاقيات البحثية، هذه ممكن نزودكم فيها. طبعاً فيها الخاصة بديوان الوزارة اللي هي الإدارة العامة للبحوث والدراسات. إحنا بالنسبة لنا مدينة الملك فهد الطبية ترد خلال يومين، وهذه كلها ممكن أن تستفيد منها وتراسلهم يعني، وتتأكد إذا التعاون حتى موجود في المديريات ممكن تستفيد منهم. الأولويات، في أحد عنده أي تعليق؟ طيب، بالنسبة للأولويات البحثية، يوجد أولويات بحثية. هذه طبعاً نشر في عام بداية 2019، تم اختيار أولويات بحثية من قبل جهات داخل وزارة الصحة وخارج وزارة الصحة، فيها المعايير والطريقة، فيها كل شيء. طبعاً هنا كان أهم موضوع يمكن يخصنا اللي هو المرس. بالنسبة لنا إحنا كإدارة مكافحة العدوى، زي ما ذكرت سابقاً، عندنا أولويات بحثية. أولاً من أهمها أن يكون البحث ذا قيمة من حيث ارتباطه بالرسالة والأهداف الاستراتيجية للإدارة. الشيء الثاني، زي ما قال الأستاذ سالم، أن يكون نتوقع أن الفاليديتي حقة الداتا مقبولة ومعقولة. والشيء الثالث، توفر البيانات. أنت اختصرت مدة طويلة وبروسس كثيرة لعمل البحث العلمي. أهم الأشياء اللي تساعد في البحوث العلمية اللي هو محركات البحث، وفيها أعداد كثيرة، يمكن من أهمها البوب ميد، إدارة المراجع، ويمكن أهم برنامج اللي هو الإند نوت، تعرف على نسبة الاقتباسات، هذه كلها برامج تساعد. اختيار المجلة العلمية، طبعا اختيار المجلة العلمية يتم عن طريق الموضوع، إذا لازم يكون الموضوع له علاقة بالمجلة العلمية. والشيء الثاني، الإمباكت
فاكتور اللي هي نسبة التأثير. كل ما كان نسبة التأثير أعلى كل ما كان اختيارك للمجلة هو الأفضل. طيب في أحد عنده أي تعليق؟ واضح دكتورة. طيب يا جماعة الـ KPI الخاص في محاضرة البحوث كم بحث علمي أنت كم العدد تقريبا 30 كم بحث علمي رح يطلع على الدكاترة الخاص فيني؟ فيا جماعة يعني مين اللي الآن يعني متحمس إنه يعمل بحث علمي؟ أو هل أنتم مؤمنين بأهمية البحث العلمي؟ أكيد له أهمية البحث العلمي أكيد. وإن شاء الله كلنا يعني مشاركين في أي شيء يفيد العملية. طيب ممتاز يا جماعة، إحنا بالإدارة العامة لمكافحة العدوى موجودين، في حال وجود أي استفسار يخص البروسيس حتى ممكن أنا ما أدري إذا الكتابة ممكن نقدر نساعد، لكن في أي شيء يخص البروسيس الخاصة في البحث أو حتى تحليل البيانات زيادة فإحنا موجودين وحاضرين. الله يعطيك العافية. يمكن الله يعافيك. يمكن الآن هذا آخر شيء. ما أدري دكتورة سايدة. إيه دكتورة غادة، أنا يعني أعتقد إحنا هي مو مهمة طلبت، يعني ما عندنا مهمة فيها، لكن أنا أعتقد إنه المفروض كل شخص فينا الآن يضع مهمة خاصة لنفسه بأنه يطلع له على الأقل عنوان لبحث علمي هو يسعى أو يبغى أن يسويه، ويخليه هو هدفه خلال هذا العام. يعني الأهداف إحنا نتكلم عن الأهداف في اليوم الأول، وما زلنا راح نتكلم عن الأهداف، وكلها أهداف الإدارة. من الأهداف أيضاً اللي هي الأهداف الشخصية، فأنا كهدف شخصي لي أوكي أنا قاعد أعمل، لكن هدف شخصي لي أني أنا أقوم بعمل بحث علمي، لأنه في النهاية أنا صح بحط اسمي فيه، هي بصمة تبقى لك. يعني إحنا الأعمال هي أعمال تمشي وتروح، لكن هذا مثل هذه الأشياء هذه بصمات باقية لكم أنتم في يعني على مدى في مثلا في داخل الوزارة، أو حتى بحوثكم هذه ممكن تكون تصل إلى أنه المراحل الجامعية يستفيدون منها ويأخذونها على المستقبل. فلا تستهينون فيها البحوث العلمية. صحيح الإنسان يغرق في عمله، لكن لو تضعون لكم وقت مخصص كل أسبوع ساعتين ثلاثة كل أسبوع تشتغلون على البحث الخاص فيكم، في نهاية العام بتلقاك خلصت لك بحث ويمكن بحثين. فأنا يعني أشدد أنه الأسبوع هذا أو اليوم هذا لازم تضعون لكم عنوان لبحث، وتخلون هذا هو هدفكم خلال هذه السنة.